أنا محمود سليم بريزنت اكس فلونتير 2016. ليه احنا عملنا اليوم ده؟ احنا فكرنا ان احنا نعمل حاجة للأيتام يعني بشكل مختلف. الناس كلها بتستنى يوم اليتيم عيد اليتيم عشان يعملوا ليهم حفلة او بيروحوا لهم دار الأيتام وكده. لا، احنا فكرنا ان احنا نجيبهم الأيتام، هم طول عمرهم موجودين في الدار بتاعهم، الناس كلهم بتروح لهم بس هم نفسهم يخرجوا برضه زي ما احنا بنخرج، او هم برضه نفسهم يخرجوا. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل لهم يعني يوم هنا يلعبوا ويرقصوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه ويطلعوا الطاقه عندهم، اكيد عندهم طاقه مضبوطه ليهم غير اللي احنا نروح لهم هناك. لما احنا نروح لهم هناك هيبقى هو نفس المكان بتاعهم، فاحنا كده احنا حبينا ان احنا نغير المكان بتاعهم. فقلنا نجيبهم هنا في الملعب، ملعب بتاع نادي الهلال الاحمر في مدينه نصر. قلنا نعمل لهم حاجات زي لعب كده رياضيه، زي مسابقات. عملنا لهم سيشن برضو في الاول على الاسعافات الاوليه، وعملنا سيشن برضو تانيه على اللي هي الحاجات النفسيه يعني زي الطب النفسي وكده. دلوقتي جه برضو دور اللي احنا هنعمل لهم شويه مسابقات كده في اليوم. معانا ايجيبت فودز، معانا نولا ده الكاترينج ليهم، غير طبعا شفاف الميديا كفرج بتاعتنا. بصراحه فكره التطوع عموما، هو في تطوع تنموي تطوع خيري. التطوع التنموي ده هو اللي احنا بنعلم الناس بغير اي مقابل. التطوع الخيري هي الحاجات الخير زي الايتام. النهارده حاجه زي الخير، التطوع التنموي ده هيساعد كتير قوي في المجتمع بتاعنا. يعني مثلا زي بلاد بره نسبه التطوع عندهم اعلى بكتير قوي من نسبه التطوع هنا في مصر. نسبه التطوع لما بتيجي تزيد بتساعد كل المجالات، كل الحكومه يعني عموما. We'll be right back.